بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني السلام عليكم يا جماعة. اليوم بدنا نعلمكم كيف تعملوا قالب المطاط مكون من طبقتين. هذا القالب من طبقة واحدة، إذا بدنا نصب فيه مثلا بنصب فيه جبصين أو السكر أو الريزن أو أي شيء بدنا نصب فيه، رايح يطلع معانا نص. عشان نساوي نصين زي هذا الشكل زي الكرة كامل، بدنا نصب نصين ونجمعهم على بعض. في ظروف او اوقات بيكون مش مناسب لنا ان نعمل نصين ونجمعهم على بعض زي هذا مثلا، رايح يكون في فواصل وفي اشياء كثيره ورايح نتغلب ماده الجمع بيناتهم. هذا الشكل برضه في رفيع من هون مش متحمل انه يكون جهتين وتلزقن على بعض زي هاي مثلا. اللي بدنا نعمله بدنا نعمل كمان طبقه من المطاط هاي فوق الشكل هذا عشان ايش نصبه يطلع الشكل كامل كروي مرة واحدة بدون فواصل ولا أي مشاكل. ماشي، طريقة العمل سهلة كثير من المواد الموجودة عندك بالبيت. يعني عملت القوالب بشكل ميسر اللي أي واحد يقدر يسويه بالدار. في نتائج مهمة ثلاث بالفيديو هذا، إنه أول واحدة بالنسبة لقوالب السيليكون والمطاط، بدل ما أنت تروح تجرب أنا بعطيك نتائج خالصة جاهزة مجربة وموثوقة 100% بالقالب هذا نفسه. أول واحد إنه القالب هذا بتحمل درجة حرارة عالية، يعني لو صبيت فيه لحد 180-200 ما بصير عليه أي تغيرات ولا بكش ولا بتغير حجمه ولا بتقلص. يعني جربت لحد إنه غليت فيه المي والسكر، يعني بتكون حرارة عالية، وصبيت فيه ما صار عليه أي تغيرات. النتيجة الثانية إنه إذا عمل القالب وانجلى كويس وزي مواد المطبخ، يعني انجلى مادة تنظيف وانفرك كويس، مش راح يكون في أي مادة سامة بتقدر تستخدمه لمواد تتاكل. يعني ثالث نتيجة إنه إذا بدك كيف تصب سيليكون على سيليكون، بتستخدم زيت عازل بزبط بدون اي مشاكل. انا استخدمت زيت الاكل اللي هو زيت دوار الشمس، صبيت الطبقة الاولى زي ما راح تشوفوا في الفيديو، وحطيت الشكل المطلوب وعزلته بالزيت وصبيت الطبقة الثانية وكان فك معي بكل اريحية. هذول نتائج مهمات بدل انت ما تروح تجرب بحالك، اخذهم من عندي ابدا كلام ثقة ومجرب، وان شاء الله تمشي الامور. السلام عليكم، تفضلوا اتفرجوا على الفيديو وشوفوا الطريقة إن شاء الله إنه حدا يتعلم ويستفيد. هاي أول خطوة يا جماعة من عملية القالب. عملت طين بسماكة معينة وقصيت الحديدة على نص قطر السرنج هذا، لأني ما لقيتش نص كرة بالحجم اللي بدي إياه. عملت الحديدة هاي بالطريقة هاي، قصيتها حفيتها شوي، طبعا بدها تنعيم بورق القزاز بس هنعمل التهوان على السريع. الغرض منها اني اعمل نص كرة بالطينة بالشكل هذا. هاي اول خطوة، النص كرة هاي جبلنا لها شوية جبصين وعبيناها جبصين، طبعا بيطلع عندنا نص كرة شكل مش مظبوط كتير، يعني بيطلع مش بيرفكت، بده حف وتنعيم وتظبيط على نفس نص القطر اللي اشتغلنا عليه عشان يصير نص كرة بالضبط. طبعا لما ينشف شوي هاي شوف صار عندنا شكل مرتب. بدنا نعمل له مكان للايد تبعت المصاصة، اما مبرد او مشرط او حركة خفيفة يعني سهل، لانه من الجبصين معمول يكون امره سهل، عشرط انها تكون العودة غاطسة بالنص المصاصة بالشكل هذا، شايفين مش مبينة. عشان غرض أنا بدي فرجيكو إياه بعدين بالأخير، الهدف إنه تكون العودة غارقة هاي، عشان لما برضه لزقناها أجت مسح مع القالب. ندهن القطعة زيت، بنحط لها الإطار هذا اللي على الداير، بدنا نصب لها سيليكون. السيليكون معروف منشف وسيليكون، نختار الكمية اللي بتكفي للقالب هذا، من اخلط المنشف مع السيليكون. هاي درناهن عملناهن قالب، بعدين صبينا عليهن جبصين
المرحلة الثانية الجبصين هذا بصبه بالحالات اللي بتكون القوالب كبيرة، يعني بعتقد لما يكون القالب بالحجم هذا مش بحاجة لحاضنة اللي هي الجبصين. الجبصين عبارة عن قالب للقالب، عشان انه اطراف القالب لما تكون رخوة ما تفتحش لما نصب فيها المادة. بس هون اعتقد القالب صغير يعني مش رايح يفتح لو عملنا بدون جبصين. هاي المرحلة التجريبية، صبينا فيه نص مصاصة والوضع طلع كويس. بدنا نشمل هسه، شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل اكثر من نص، بدنا نصبه من مادة الجبصين. بنحط ريشة الدريل هاي بدل العودة، عشان العودة الورق لو نحطها اكثر من مرة بتخرب. هذا اول نص طلع معنا. بدنا طبعا نعمل 14 و14، بدنا نعمل 28 نص زي هذول. هذا القالب عملناه مرة واحدة عشان نطلع منه 28 نسخة. هاي موجودات قدامكم، هذول 14 بنوزعهن على بالتساوي على القالب او على البلاطة اللي بدنا نعمل عليها القالب. هذا الرسم عملناه عشان برضو نحدد المسافات بيناتهم تكون قد بعض، والفراغات يكون بشكل مرتب يعني على القالب، يطلع القالب قياساته مضبوطة، لأنه بتهمنا الإشي هذا عشان لما نيجي نعمل الجزء الثاني. هذا القالب مكون من جزئين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. هاي شفتوا كيف عملنا فراغ للعودة عشان تكون غاطسة جوية المصاصة واللزقة وتكون مسح. برضو ضروري ان نسكر الفراغات هاي اللي حوالى الشكل، عشان المطاط لما نصبه فوق الشكل ما يفوت تحت النص المصاصة. برضو هذا الشكل اللي عملته بدنا نعمل فيه طين. هاي قوالب مستعجلة يعني، اخذنا قالب المربع اللي بدنا اياه من قطعة موجودة عندي، قياسة اجى مناسب واحد بواحد، غرزناه بالطين وطلعناه على السريع وصبينا فيه جبصين عشان يطلع عندنا المربعات هاي. المربعات هاي هسه بتشوفوا شو فايدتها بالأخير لما نيجي نعمل الجزء الثاني، يعني بكون مربع فاضي ومربع مليان عشان يتداخلن مع بعض، يضمن انه ما يتحركش القالب عن بعضه على جانب. هون بتشوفوا بالأخير برضه. هسه اخواني هون المرحلة هاي بدي اعمل الاطار عشان اصب فيه المطاط فوق الاجزاء اللي جمعتها. الاطار يفضل من الكرتون المقوى يعني زي هذا، لفيت عليه تب من جوا عشان يكون اسهل للفك. طبعا التغراية او وضع الغراء لازم يكون مظبوط على الدائر 100% بدون اي تنفيسات من تحت، لانه اذا سرب القالب بسوي لنا مشكلة وبروح شغلنا على الفاضي يعني، بغلبنا واحنا نشتغل. هسه مرحلة الدهن الزيت او العزل، ندهن مضبوط. بعدين تحضير الخلطة. الخلطة عبارة عن 20 غرام لكل كيلو، هذا الدلو موجود في كيلو تقريبا. الافضل ان نعمله نص نص، نص كيلو نص كيلو. بعدين لما نضيف اللون نضيفه اول اشي قبل ما نحط المنشف عشان نخلط فيه قد ما بدنا ونخلط اللون مضبوط. هاي القالب صبيناه وفكيناه، شوفوا مكان المربعات طلع معنا تأثيرهم برضه، او الغرض منهم بيبين معنا بالاخر، بفرجيكم شو الغرض منهم. هسه بدنا نفك القطع الاصلية، هذول القطع اللي جمعناهن اخوان اللي صبيناهن واحدة واحدة، بدنا نفكهن عن الارض ونجمعهن على شكل كرة يعني زي هاي، ما بكون شكلهم مضبوط، بدهن تظبيط شوي، بنحفهن نثبت لهن الديان هذول العصي، وتقريبا طلع معنا 2 سنتي 2 سنتي ونص سمكة القالب. هسه رجعناهن مكانهن بالقالب. هذول القطع الاصليات اللي انا ساويتهن يا جماعة، مش اللي بعدنا ما طلعناش ولا نسخ. هذا القالب الطيني مؤقت عملته من غطاء علبة الغراء هاي على شكل محقان يعني، صبيناه جبصين وبنفكه. بده تنظيف شوي، ما بطلع معنا زي ما قلت لكم من اول مرة، بده تنظيف برد برد بمشرط بأي شيء بنفكه. الهدف منه انه نركبه فوق على نص الكرة الظاهر من فوق. بعد ما نركبه بغراء، طبعا غراء خشب، هاي نظفناه زبطنا اموره، عملناه على شكل محقان مخروط يعني او مخروط، بدنا نركبه من فوق بغراء خشب باقو اي اشي بنثبته.
وبعد هيك بنعمل له من بنرد نعمل له الاطار الخشبي، بس المره هاي الاطار الخشبي بيكون كابس مع القلب، لانه بده يكون يصير عندنا قلبين. هاي عزلناها بزيت، نفس الشيء اي زيت يا اخوان بسد، زيت اكل طعام، زيت زيتون، فازلين. هاي رجعنا دهننا الكرات، مركب لهم المخروطيات، حطيناها مكانها ودهننا القالب زيت. بدنا نعمل الاطار الخشبي حول القالب معزول طبعا عشان يخفف علينا عمليه الفك. بالطريقه هاي بنجمعه بجبصين، بمرابط، بعيارات ثقيله، اي شيء، المهم يكون جنابه من الزوايا مسكرات كويس عشان ما يسربش المطاط. بدي افرجيكم عمليه الصب، ما لقيتهاش لقطه ناقصه، عملت قالب ثاني وفرجيتكم، بس انه عمليه الصب بالقالب هذا كيف بتكون. يعني حبيت تشوفوا كل المراحل بالترتيب، بس هاي الصبه بالذات بقالب صغير، بدي اكمل على القالب الصغير هذا، لانه القالب النهدي هذا وديته للجماعه الطالبين قبل ما اكمل اللقطات، او يعني لقيت حالي مش مصورهن فعملت القالب الصغير اكمل عليه. هاي المخروطيات انشالن بنكبن يعني بروحن، ونفتح القالب شوفوا مدى تاثير المربعات كيف ماسك القالب من اربع جهات، مش راح يعني يميل او يسحل عن بعضه، لانه بدون المربعات هاي شو بضمن لنا ان نحط القطعتين فوق بعض يجن بالضبط. فلما يكون المحطوطات قبل بحكم من القالب بيكون برضو الدوائر على هوا بعض، الانصاص على هوا بعض عشان يطلعين متطابقات 100%. اذا بنحب نحط اربع داير، خمسه، بنكثر قد ما بدنا يعني، بس القالب حجمه صغير يعني ومحكوم مش رايح يزيد، مبين معنا. بدي اطبق القالب على بعضه، شفتوا هذول شو الغرض من هنا، هسه بتشوفوا بعد طريقة الصب. نخلط له، بدي اخلط له مادة جبصين حسب المادة اللي مطلوب مني اصبها. بدي اخلط له مادة جبصين، اول اشي بدي اصب النص التحتاني، بدي اصب قطعة واحدة مش ثنتين. حطيت العودة هاي او الخشبة، بصب الجبصينات من النص الاول، ممكن برضه اخليهن واصبهن بعدين مرة واحدة، يعني اطبق القالب اسكره اضمن تسكيره من جميع الجهات واصب فيه، بس فضلت انه اصب نص واوفي يعني عن النص الثاني. بعد يعني ما نخلص صب لضمان انه ما يتسرب من هون او من هون القالب، ممكن نحط عليه اشي ثقيل يعني عبين ما ينشف المادة اللي جوات، حسب المادة شو هي اللي جوات، هي في برقلاص، هي جبصين، هي ريزن، لانه هاي القالب هذا ممكن نستخدمه لاشياء كثيرة، ميداليات الريزن، تعليقات، اشكال. ان شاء الله المرة الجاية بعمل لكم قالب لا تعليقة حلوة كمشروع، يعني تقدر تستفيد منه انه تعمله لمشروع. طريقته سهلة وهينة يعني ما بكلفش، حق كيلو المطاط 15 ليرة، يعني بتعمل 3 قوالب زي هذا او قالبين ونص. شوفوا هاي الشكل النهائي كيف طلع معنا. طبعا هو كان له حواف وزوائد من الجناب نظفته، بيطلع لازم يطلع فيه شوية شوائب زيون على الخط الفاصل هذا، تنحف وبتتظبط وبيطلع الشكل معنا 100%. هذا محل الصب برضه لابد انه يكون في مكانه شوية بننظفهن ووضعهن 100%. هذا الشكل النهائي، إن شاء الله الكل استفاد بإذن الله.